نصيحة لله من هذا الشائب اللي الحمد لله اللي وفقنا وهدانا وجعلنا في طاعة والدينا من الصغر حتى الآن وقد احنا شيوبه. فنصيحة لله، إني سمعت الاحتفال اليوم، دحين لهم رسائل أقراها اللي يقولون اليوم الاحتفال باليوم العالمي للأب، وعن طريق رسائل أبناءنا البررة والطيبين الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله، وبناتنا الله أن يصلحهم ويهديهم ويهدي أبناء المسلمين وبناتهم لطاعة الله قبل كل شيء ثم طاعة الوالدين. ووالله وأقولها أن طالما الإنسان في طاعة الله وطاعة والديه إنه ما يلقى إلا كل خير، وكل واحد سواء رجل عاق أو بنت عاقة والله ليأتيها من هو أعق منها من أبنائها، ويقعد لها في حلقها ويهب لها مر، وتتمنى أم يوم وتسب أم يوم اللي عق فيها والديها أو أبوها أو أمها، لأن الجزاء من جنس العمل. فبهذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بالأب، وإحنا الحمد لله الأب ما يحتاج منا إلا 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 كل خير وكل دعاء وكل أدب وأخلاق واحترام وطاعة وما يشل العافية بس وحسن الختام، ولا الأب هو اللي يبغى لأبنائه ويتمنى لهم إنه يكونوا أسعد الناس وأفضل من كل شيء يعني. والحمد لله، فنسأل الله في هذه الليلة وفي هذا الوقت وفي هذه الساعات أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يهديهم ويحفظهم وأن يوفقهم ويجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مفتونين. وأسأل الله أن يجنبهم رفاق السوء.